المشاركة معكم في فعالية الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم الثروة الطبيعية تحت رعاية السيد يوسف الشاهد رئيس حكومة. وانتهز الفرصة طبعا لتقدم سيادته بالشكر على تفضله بالإشراف على أشغاله. ولا يفوتنا تقدم الشكر لزملائي السادة الوزراء الحاضرين معنا وكل الحضور الكريم على قبولكم الدعوة من سيدات والسادة نواب الشعب اللي يمثلوا لجنة الطاقة والمناجم والصناعة إلى غير ذلك لجنة كبيرة هي. مرحبا بكم سي عامر العرية سيد الرئيس. مرحبا بكم كل السيدات السادة نواب الشعب وطبعا كيف كيف سادة ممثلي المنظمات الوطنية المجتمع المدني ممثلي الإدارة والكبراء والمؤسسات المعنية بهذا الحوار. كما تشوفوا حضور الحقيقة نوعي وكم هام. الحوار يتواصل مع الليلة طبعا حوار مهم جدا ولكن الحوار ديما يقعد بعد الليلة والأبواب تبقى ديما مفتوحة لكل مقترحات وكل أفكار. ونحب نستغل الفرصة باش نتمم الحقيقة الخدمة الكبيرة اللي تعملت في أيامات تعملت من العديد من الإطارات على كل المستويات في الوزارة طبعا مؤسسة الصناعة والمستثمر المتوسطة على مستوى الديوان إدارة عامة إدارات مؤسسة تحت إشراف والناس الكل يشارك في الورشات تعمل ورشات نهارين نهار ثلاثة وحقيقة كل هذا في وقت قياسي في رمضان. دونك نحب ديما نتمم العمل الحقيقي كما هذا والهدف مهم طبعا. هذا الحوار اللي تنظم الحكومة في إطار مواصلة المسار التشاركي الذي انتهجته مع كل القوى الحية لما يتيحه من إيجابيات لا سيما طبعا على مستوى قطاع الطاقة والمناجم باعتبارها قطاعات استراتيجية حيث بلغت القيمة المضافة لهذين القطاعين حوالي 4460 مليون دينار سنة 2018 مناول يعني تقريبا 4% من الناتج المحلي الخام. وطبعا كانت متوفرة لمضاعفة هذا الرقم باعتبار أنه تم تحقيقه سنة 2010 في 2010 كان تقريب 8%. دونك المحاور كما قلت عليهم السياسي الطاقة بما فيه الأمن الطاقي والتحكم في الطاقة قطاع المناجم والحوكمة وما أدراك ما الحوكمة. نحب نحط خطوط الامور في اطارها قبل ما نعطي الكلمه طبعا بعض الاطارات الثانيه في على مستوى الوزاره ومستوى تحت اشراف. دونك نعاود نقول انه قطاع الطاقه كان 8% من القيمه المضافه نتاعنا في 2010 اليوم حوالي 4%. ايش معناتها؟ معناتها علاش طاح؟ لانه على مدى السنوات فما مشكل هيكلي مش طار فيه بركه. من 2010 الانتاج تاع الفوسفات نتاعها من 8 مليون طن تقريبا الى 3 مليون طن عام ناول. الانتاج نتاع النفط عام ناول تقريبا 77000 برميل يوميا سامحني 2010 77000 برميل يوميا عام ناول 38000 اليوم للاسف اقل شويه بالاخص بعد ما سكرت البرمه بعض الايامات خسرنا تقريبا 10% من الانتاج نتاع البرمه هذيك اللي هو 15% نتاع الانتاج القومي. وبصفه عامه المحروقات الكل بما فيه الغاز كنا في 2010 126 مليون طن وهبطت من 126000 سامحني في النهار ل 72000 برميل مكافئ. تحت 60% 50% 60% 40%. أما الحاجة الإيجابية في هذه الشكوى الفرصة أنه القطاع هذا ينجم يغير المعطى نرجع 8% كما كان قبل يعني أربع نقاط نجم نزيدوها في الاقتصاد نتاعنا السنوية. إيش معناها هذا؟ معناتها مداخيل معناتها استثمارات معناتها مواطن شغل معناتها عملة صعبة معناتها نقلصوا ونقضيوا إن شاء الله على العجز تاع الميزان الطاقي والميزان التجاري معناها تأثير إيجابي على الدينار وعلى التضخم. وكذلك علاش القطاع هذا مهم جدا. التطور تاع الانتاج تراجع نتاعو كما قلت هيكلي مش تاع عامين مش تاع 2011 كهو كان من قبل ثم تراجع. اتذكر 30 سنه التالي كنت في معهد اعلى التصرف في كور تاع ايكونوميك ديفلوبمون استاذ صالح المجري بالخير كان يدخل يحط 50 يساوي صفر هذا 30 سنه التالي ما فهمنا من بعد شنو 50 يساوي صفر. قلنا 50% من صادراتنا كانت من قطاع النفط. هو هذه الرؤية فالناس عندها رؤية مستقبل دوم 90% من صادراتنا ولا صناعات معملية دونك صحيح فما الناس عندها رؤية وهذاك الشيء لازم رؤية. دونك اليوم الصادرات نتاعنا نوعت ولات صناعات معملية ولكن القطاع هذا ما عادش عنده المكان اللي كانت عنده أما يلزمها ترجع وتنجم ترجع.
المسؤوليه طبعا جماعيه، كل ما بعضنا معناتها الناس الكل احنا هذاك علاش طبعا على مستوى الحكومه احنا مركزين تركيز كبير كفريق على القطاع هذا. غاز ونفط طبعا فماش كان النفط ثم الغاز كيف كيف. على المستوى الوطني تغيرت المعطيات من 2001، من 2001 ولينا ثم عجز على مستوى الميزان الطاقي، مش مره اخرى مش 2011 مش 2010 مش 2009 مش 2018، من 2001 تغيرت المعطيات لانه الاستهلاك طلع. علاش الاستهلاك طلع؟ لانه فما طبعا عدد السكان يطلع اخر الانتاج ما تبعش، كذاك هو علاش معناتها العجز على مستوى المحروقات معناتها نفهموه كيفاش معناتها الاستهلاك طلع لانه عدد السكان يطلع والنمو الاقتصادي والقطاع الصناعي غير ذلك يستحق الطاقه، من الجهه الاخرى الانتاج ما تبعش. الحاجه الايجابيه تو زدنا نركز زاد على الايجابي وشنو قاعده تعمل، انه السنه اول عام باش نشوفوا تغيير في عدد الرخص، خاطر باش تنتج الطاقه يلزم الرخص، اولا رخص الاستكشاف باش من بعد تولي رخص بحث ومن بعد تولي ابتهاز وتولي طبعا استغلال بتاع النفط والغاز. احنا من 2010 كنا عندنا 52 رخصه، تراجع دايم معناتها من عام لعام الى 21 في اخر 18 السنه، باش نكونوا نكملوا العام ان شاء الله ب 30 رخصه. اول عام باش ترجع يطلع عدد الرخص، فما سته عدوا على مجلس وزراء تو مطروحين على مجلس نواب الشعب وان شاء الله تتم المصادقه عليهم، وثلاثه اخرين في الثنيه دونك تسعه اخرين ان شاء الله جدد الرخص ونرجعوا ندوروا معناتها القطاع باش يرجع في تطور. وكيف كيف الابار مهمه جدا، لان يعني عدد الابار كيف كيف مشي بتاع السنه كيف كيف اول عام منذ سنوات باش نشوفوا عدد الابار يولي 13، فما 13 هذو مؤكدين ان شاء الله السنه يكون 23 مش يمكن نكملوا 16 مقارنه بزوز ابار في 2017 وسبعه عام ناوي نسق تصاعدي. هذا كيفاش يجي كل هذا يجي بالعمل، خاطر الانتاج ما يجي كان بالعمل، والرخص هذه الكل فيها برشا خدمه في بما فيه على مستوى اللجنة الاستشارية للمحروقات وعمل فريق كامل على مستوى الحكومي على مستوى طبعا مجلس نواب الشعب والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والخدمة باش تقدم بهم هذوما الكل، لازم برشا خدمة.